الآن نشرة الأخبار مع أسماء زرمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة الفلوجة، والبداية بالعناوين. الانتخابات المقبلة الحل الأوحد لمشكلة العراق يقول الكاظمي، ويوجه الأجهزة الأمنية بالتعامل مع محاولات ابتزاز الناخبين بحزم وقوة. حفر لنصب أعمدة كهرباء يكشف المستور عن مقبرة جماعية في الأنبار، وذوو المغيبين يحذرون من سيناريو تسويف مشابه لما حصل بالفلوجة. بعد أن حقق إنجازاً رياضياً غير مسبوق في البارا أولمبياد طوكيو، بطل العراق جراح نصار يطالب برد الجميل بعلاج ابنه المشلول. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية انتخابيا، إذ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الانتخابات المقبلة هي الحل الأمثل والوحيد لمشكلات العراق، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع تزوير الانتخابات والتنسيق لحضور أممي دولي لإعطاء نسبة أعلى من المقبوليات للانتخابات. وقال الكاظمي خلال ترأسه جلسة استثنائية لمجلس الوزراء مخصصة لدعم الانتخابات بحضور المحافظين وأكد رؤساء الهيئات المستقلة وقادة الأجهزات الأمنية ومفوضية الانتخابات، قال إن الحكومة استكملت كل متطلبات العملية الانتخابية، موجها دوائر الدولة ومؤسساتها الأمنية والمدنية والقوات المسلحة بالقيام بدورها المشهود لإنجاح هذه العملية الحاسمة وحمايتها. كما شدد الكاظمي على المسؤولين المرشحين في الانتخابات بمنع استخدام موارد الدولة منعا باتا، موجها المفوضية بالإبلاغ عن أي خرق بهذا الصدد لتتعامل معه الجهات المعنية وفق القانون وبلا أي تأخير. أنجزنا الحمد لله والشكر بهذه الحكومة كل مطالبات المفوضية، كذلك قانون الانتخابات، وكذلك المحكمة الاتحادية في شروط والظروف مهيئة بالكامل للانتخابات. هناك إجراءات أمنية مشددة راح ناخذها من الآن لتوفير بيئة تنافس عادل بين الناخبين، وأتمنى من الجميع احترام قرارات اللجنة العليا للأمن فيما يخص الانتخابات. من أجلكم، من أجل العراق، يجب أن نعمل سوية لإنتاج انتخابات تعيد ثقة المواطن بالنظام السياسي، بالحكومة، وبثقة نظامنا الديمقراطي وحمايته من أي موضع شك أو عدم ثقة بالمواطنين. بانعدام الثقة لا يستطيع النظام السياسي أن يكمل مشواره في خدمة الناس. هذا وتمخض عن الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الكاظمي 17 قرارا بشأن الانتخابات المقبلة، من بينها الموافقة على تلبية احتياجات المفوضية لتسهيل إنجاز العملية الانتخابية، بالإضافة إلى توجيه اللجنة الأمنية العليا بحماية وتأمين نقل عصا الذاكرة الخاصة بنتائج الانتخابات إلى المكتب الوطني لضمان أعلان النتائج الأولية للانتخابات بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع. وتضمنت القرارات أيضا توجيه مجلس الوزراء لوزارة الخارجية بتسهيل منح سمات الدخول للمراقبين الدوليين دعما لنزاهة الانتخابات، بالإضافة إلى توجيه المحافظين بدعم المكاتب الانتخابية للمفوضية لوجستيا والدوائر البلدية بنصب فوهات إطفاء الحرائق قرب مخازن المفوضية لمنع حدوث الحرائق، والقوات الأمنية بمتابعة المخالفات المتعلقة بحملات الدعاية الانتخابية. وفي وقت سابق أشرف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على أول ممارسة أمنية تخص تأمين الانتخابات المقبلة، وذلك خلال زيارة أجراها إلى مقر قيادة العملية المشتركة في العاصمة بغداد. وأكد الكاظمي توفير كل أشكال الدعم لمفوضية الانتخابات وللجنة الأمنية المكلفة بحماية العملية الانتخابية، كون الانتخابات المقبلة مهمة في تاريخ العراق، وأن حمايتها ونجاحها سيؤثر
يعزز مفهوم هيبة الدولة عند المواطن. وأشار الكاظمي إلى تلقي شكاوى عديدة من بعض المناطق تتمثل بقيام بعض الكيانات والأحزاب بتهديد المواطنين بجلب بطاقات عائلاتهم جميعا والإدلاء بأصواتهم لها، فيما أشار إلى وجود جماعات تحاول ابتزاز الناخب والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة، موجها الأجهزة الأمنية بالتعاطي مع هذه الشكاوى والابتزازات بكل حزم وقوة. في البداية أحب بكل سادة الوزراء ورؤساء الهيئات السادة المحافظين لهذا الاجتماع الاستثنائي، وراح نناقش فيه قضية واحدة، قضية توفير الدعم لمفوضة الانتخابات. الآن نحن على مسافة قريبة من الانتخابات، باقي لنا تقريبا شهر، وكذلك صادفنا الزيارة الأربعينية، فنحتاج هي ظروفنا بطريقة تحمي الزائرين وتوفر ظروف مناسبة لانتخابات بها كل شروط النجاح. أنا قبل قليل جيت في اجتماع لجنة الأمنية وحضرت شخصيا للمحاكاة ميدانية لعمل الأجهزة الأمنية فيما يخص تحضيراتهم والفرضيات اللي افترضوها اللي يمكن تواجهنا في الانتخابات. فإحنا كل ظروفنا الحكومية قاعد نقوم بها في التزامنا بأمام الشعب وأمام البرلمان أن نقوم بواجبنا فيما يخص تهيئة الانتخابات مبكرة. في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تجاوز عدد المراقبين الدوليين للانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل حاجز 500 مراقب، بينهم 150 مراقبا من الأمم المتحدة و70 من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن منظمات معينة معنية نقول بشأن الانتخابي بلغ عددها 25 منظمة. وأوضحت المفوضية أن السفارات العراقية وجهت دعوة إلى 51 سفارة عربية وأجنبية، وهنالك زيارات من مجلس المفوضين إلى سفارات دول عربية وأجنبية لإرسال فرقهم إلى العراق، وبالتالي سيصل عدد المراقبين إلى نحو 600 مراقب دولي. هذا وأكدت المفوضية مفوضية الانتخابات أن تصويت النازحين سيكون عبر البطاقة البيومترية حصرا في الانتخابات المقبلة. وقالت مساعدة الناطق الرسمي باسم المفوضية نبراس أبو سودة إن عدد مراكز الناخبين بلغ 86 مركزا تتوزع على 309 محطات اقتراع، مؤكدة أن تصويت النازحين سيكون عبر البطاقات البيومترية حصرا، كما سترسل فرق خاصة لتسليمهم بطاقة الاقتراع. وأكدت الهيئة القضائية الخاصة بالانتخابات أن نتائج التصويت الخاص ستعلن مع نتائج التصويت العام في الانتخابات النيابية المقبلة. وأصدرت الهيئة قرارا بقبول الطعن بقرار مجلس المفوضين الذي يقضي الإعلان عن نتائج التصويت الخاص خلال 24 ساعة من موعد الاقتراع، وكذا إلزام المفوضية بالإعلان الرسمي لنتائج التصويت الخاص والعام في يوم واحد. ومع تواصل العد التنازلي لفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في واحدة هي من أهم الانتخابات في تاريخ العراق بعد عام 2003، وهنا نوجز بعض المعلومات بلغة الأرقام. إذن 27 يوما تفصلون فقط على فتح مراكز الاقتراع للتصويت الخاص، 29 يوما على انطلاق الانتخابات العامة للناخبين كافة، وأيضا بدء عملية خاصة بتأمين الانتخابات في بغداد وكذا المحافظات العراقية، أكثر من 500 مراقب دولي وأممي لعملية الاقتراع المرتقبة، 150 مراقبا أمميا و70 مراقبا من الاتحاد الأوروبي، 51 دولة عربية وأجنبية، و25 منظمة معنية بالانتخابات المقررة في 10 من تشرين المقبل.
انتخابيا أيضا. أكد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة أن الانتخابات المقبلة بوابة لإنتاج سلطات قادرة على تحقيق الإصلاح، مشددا على القوى السياسية والاجتماعية كافة لدعم خيار الناخبين باختيار ممثليهم في العملية الانتخابية من أجل تحقيق ما يتطلعون إليه. وأضاف صالح أن العالم أجمع يتطلع للانتخابات التشريعية وما ستسفر عنها هذه المناسبة. هذه الانتخابات التي أردناها جميعا شعبا وسلطات وقوى سياسية ومجتمعية بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية نريدها قادرة فعلا على تحقيق الإصلاح وعلى تأمين بيئة عمل سياسي وخدمي واقتصادي يتجاوز المشاكل في العملية السياسية وآفاتها، ومنها الفساد ونهب الثروات وتعطيل المشاريع والنقص في الخدمات. تستطيع الانتخابات المقبلة أن تؤمن الوسائل اللازمة للإصلاح، وهذا منوط بما ستسفر عنه الانتخابات إن شاء الله من نتائج تلبي متطلبات إرادة الإصلاح. العملية السياسية في العراق ومنظومة الحكم بحاجة إلى إصلاح بنيوي، والطريق إلى ذلك هو الاحتكام إلى صناديق الاقتراع والارتقاء بمستوى أدائنا السياسي إلى ما يستحقه العراقيون منا. ولفت صالح خلال المؤتمر إلى أن موقع العراق إقليميا ودوليا الآن مختلف تماما عما كان عليه قبل سنوات، مشيرا إلى أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة كان مؤشرا لمحورية العراق وأهميته، وكان أيضا تأكيدا لسيادة العراق واستقلاله. لا بد من التأكيد على سيادة العراق وحماية هذه السيادة وعلى سيادة القانون في بلدنا. لقد تحقق جانب ليس بالقليل في هذا المسعى. موقع العراق في الحدث الإقليمي والدولي الآن هو غير الموقع الذي كان عليه قبل سنوات. فمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد قبل أيام كان تجليا واضحا لهذه الحالة الجديدة للعراق ومحورية وأهمية العراق، وتأكيد العالم على أهمية حماية سيادة العراق واحترام استقلاله. من جانبه دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في ذات المؤتمر النساء إلى المشاركة الفعالة في انتخابات تشرين المقبلة، لافتا إلى أنه لا حل للمشكلات التي تواجه العراق سوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع وانتخاب من هم ثقة بنزاهتهم وعملهم في إصلاح أمور البلد. أوجه الدعوة إلى وزارة العدل بالعمل بالتنسيق مع السلطات التشريعية والقضائية بوضع آليات فعالة لمنع حالات التعنيف ووضع عقوبات صارمة لمرتكبيها، وعلى وزارة الداخلية العراقية تفعيل مديرية حماية الأسرة والطفل وشعبة المرأة في الشرطة المجتمعية. أدعو البرلمان المقبل إلى تشريع قانون حماية الأسرة التي قدمت الحكومة، وأيضا قانون الابتزاز الإلكتروني الذي تعد النساء أكبر ضحاياه. مع الأسف الشديد نحن مقبلون على انتخابات مصيرية الشهر أكتوبر القادم، فادعو الجميع ولا سيما النساء بالمشاركة الفعالة والواسعة تغيير واقع بلدنا. لا حل جميع مشكلاتنا سوى الذهاب إلى صندوق الاقتراع وأعطاء أصواتنا إلى من نثق بهم ونثق بنزاهتهم وعملهم. من جهتها أعربت الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة عن رفضها التام لأي شكل من أشكال العنف ضد النساء في العراق، لا سيما العنف الانتخابي، مؤكدة أن الأرقام تشير إلى مستوى مشجع لمشاركة النساء العراقيات في الانتخابات المقبلة، حيث يمثلن 30% من المرشحين المؤكدين. Now with the elections. ولكننا بكل أسف نجد أيضا التخويف والاعتداء والعنف ضد المرأة في المجال السياسي، وهذا هو الحال في العديد من البلدان والمناطق في جميع أنحاء العالم كما هو في العراق.
فالحقيقة تواجه النساء تحديات متعددة عندما يسعين إلى ممارسة حقوقهن السياسية والانتخابية. وبينما تشير الأرقام إلى مستوى مشجع إلى حد ما لمشاركة النساء العراقيات في انتخابات تشرين الأول، حيث تمثل النساء ما يقارب من 30% من المرشحين المؤكدين، توضح لنا التجارب السابقة والحالية على أرض الواقع بأنه لا يزال الكثير من العمل أمامنا، ليس فقط لضمان إزالة كل الحواجز الموجودة أمام المرأة لتحقيق حقوقها السياسية، ولكن أيضاً لتحقيق توازن أفضل بين الجنسين في مناصب صنع القرار. إذن مع اقتراب الموعد المقرر لإجراء الانتخابات المبكرة، دعا قياديون في تحالف عزم مفوضية الانتخابات وكذا الأجهزة الأمنية إلى ضرورة تأمين الانتخابات وحماية مراكز الاقتراع منعاً للتلاعب والتزوير في أصوات الناخبين. بالتأكيد نحن اليوم كمرشحين تتولد عندنا مخاوف من خلال تأثير السلاح المنفلت على نتائج العملية الانتخابية وعلى إرادة الناخب، مثل ما حدث في انتخابات 2018 عندما كان تزوير كبير من خلال السيطرة أو الهيمنة على الناخب نفسه وتغيير النتيجة الانتخابية. نتأمل خيرا إن شاء الله هذه الانتخابات المقبلة، وندعو الأخوة بالأجهزة الأمنية أخذ الإجراءات الكاملة وحماية المراكز الانتخابية في يوم الاقتراع. البلد مقبل على انتخابات برلمانية للدورة الخامسة، ومن أهم العقبات التي تواجه الانتخابات ونزاهة الانتخابات هو السلاح المنفلت الذي يعد من أكبر المشاكل التي تجعل المواطن يفقد ثقته بنزاهة الانتخابات، لأن السلاح المنفلت له تأثير كبير على رأي الناخبين، ولا سيما يوم إدلائهم في الانتخابات يوم 10/10. ونأمل إن شاء الله أن تكون هذه الانتخابات يعني مغايرة لكل الدورات الماضية التي كان للسلاح المنفلت تأثير كبير على رأي الناخبين، وأجبر بعض الناخبين للتصويت لصالح مرشحين معينين بتهديد السلاح المنفلت على أهلنا في أطراف عقوبة والمناطق الأخرى. على خلفية إقامة مهرجان انتخابي داعم له، دعا النائب الحالي والمرشح عن التحالف العربي في كركوك خالد المفرجي، دعا مفوضية الانتخابات إلى ضمان نزاهة الانتخابات وعدم تكرار ما جرى في الانتخابات السابقة من عمليات تزوير، في حين أكدت العشائر العربية التي أقامت المهرجان دعمها وإسنادها للمفرجي في سباقه الانتخابي المرتقب. العلاقة بين خالد المفرجي وبين منطقة واحد حزيران معروف لدى أهل محافظة كركوك، هي علاقة وطيدة، أنا منهم وإليهم، أنا ابنهم، ما أقدمه من خدمة أو ما أقدمه الإنجاز ليس مانية، بالعكس هذا هو واجب تجاه هذه المنطقة، ولذلك تجد هذا التفاعل وهذا الحضور المهيب. محافظة كركوك لها وضع خاص، يجب أن يعلم جميع السياسيين أن هذه المحافظة نتعامل معها على أساس أنها قضية خاصة. المفوضية اليوم يعني عليها مسؤولية كبيرة، نسأل ندعو ألا تتكرر أخطاء 2018، ولن نسمح أن يتم تزوير هذه الانتخابات أو التلاعب بنتائج الانتخابات. هذا الأمر سيجر محافظة كركوك إلى مشكلة لا حل لها، بالتالي يجب أن ينتبه الجميع إلى هذا الأمر، وإحنا في تواصل مستمر مع المكتب الوطني الذين يعني أعطونا وعد مقطوع بأنه لن يجري أي عملية تزوير الانتخابات، فليطمئن الجميع، وإن شاء الله محافظة كركوك تسير بالاتجاه الصحيح. اليوم حضرنا تجمع العشائر العربية بمناسبة ترشيح الأستاذ خالد المفرجي. حقيقة هذا الرجل احنا بغض النظر عن مدحه أو أي طرأ آخر، أنا من كنت في الجبهة العربية متابع الرجل كان يعاني معاناة كبيرة مشاكل كركوك يعني حقيقة، ودفع ثمنها غالي في حينها، حتى اعتقل من قبل الامريكان وكذا واعتقل وكذا. احنا هسه بغض النظر عنه، احنا اول شيء نريد نحضر 10/10، يعني نريد نسوي فد يوم مميز ويوم خالد، لانه ما يفيدنا التواجد ببيوتنا وما يفيدنا الاحباط اللي قاعد يصير بالبلاد. احنا حاليا في مفترق طرق، والخطر ديدهم كركوك.
وكما جاء في عناوين النشرة، عثرت القوات الأمنية على مقبرة جماعية تضم جثثا مجهولة الهوية في ناحية الفرات التابعة لمنطقة يلبونمر بقضاء هيت في محافظة الأنبار. وأكد الأهالي في شهادات خاصة لقناة الفلوجة أن المقبرة الجماعية عثر عليها أثناء قيام بعض العمال بالحفر لأعمدة الكهرباء في أرض زراعية مهجورة تابعة لناحية الفرات في منطقة يلبونمر، مشيرين إلى أن المقبرة تضم عشرات الجثث مجهولة الهوية بعضها بملابس عسكرية، فيما طلبوا الجهات الحكومية والنيابية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المقبرة بشكل كامل وإجراء فحص للحمض النووي للتعرف إلى هوية الجثث وأخذ عينات من الجثث بهدف مطابقتها مع عائلات المغيبين قسرا. في وقت ما يزال مصير آلاف المغيبين من مناطق الفلوجة والسقلاوية وغيرها مجهولا، وحذر ذوي المغيبين اللجان الحكومية والنيابية من تكرار سيناريو تسويف الكشف عن هوية الجثث أسوة بالمقابر التي اكتشفت في السقلاوية والفلوجة في الأشهر الماضية. الرزاعية كانت مهجورة، ماكو لا بيوت ولا جو، بس الدواعش، فالدواعش يذبحون وين يجون؟ يطون المنطقة الخالية اللي ما بيها بشر يدفنون بيها، وهاي المقابر شوفت عينكم، يعني هاي يجوز مو بس هاي، يجوز هاي آلاف المقابر اللي مدفونة هنا وما حد يعلم بيها، يعني ولدنا وين راح ولدنا؟ شلهم وين وشلوا؟ ما المشلوا، كم ذبحوهم الدواعش ودفنوهم، نسوي معاملات ما حد يجيب لنا، بس رب العالمين سبحانه عز وجل هو أرحم بينا. هذول ولد جاي ينصبون كهرباء هنا تيل، فحفروا نقرة التيل هاي ما صار أسبوع، فجاد يحفرون بالتيل، طلعوا لشة، طلعوا جمجمة، طلعوا ملابس عسكرية. عرفوا ان هاي مقبره جماعيه وخبروا بها وطلعوا هاي شوفت عينكم، يجوز بعد ما مفتوحه، يجوز بعد بها النوب جوه. يقول لك نسوي معاملات ونصطدم هالجدار هذا الحائط بالدوله، نطب للقاضي، القاضي يقول لك روح جيب لي شهاده وفاء، نقول له سياده القاضي احنا شهاده وفاء ما استلمنا جثث عن شهاده وفاء، احنا ولدنا مغيبين من تاريخ 2015 واحنا بال 2021، هذول اطفالنا ما يريدون عيشه، ابهاتهم ما يريدون عيشه. احنا نطالب الجهات المختصه بالكشف عن هذه الرفات اللي موجوده في هذه المقابر، مو حفروها وعرفوا بين هذه مقبره جماعيه وبداوا يدفنون بيها، مثل الحاله حال المقابر اللي قبلها بغير بالسقلاويه وغير مكان ودفنوهم، ولحد هسه ما حد يعرف مصيرهم. زين ذولا اهاليتهم ينتظروهم، يعني يعرفون حتى ياخذون حقوقهم، ياخذون يعني يعرفون يعني مصير ابنائهم وين. وفي نينوى عقدت منظمة تطوعية عدة في الموصل مؤتمر خسف نينوى لتخليد ذكرى المفقودين من أبناء المحافظة ومتابعة ملفاتهم من الجهة ذات العلاقة. وتفاجأ ذوي المفقودين من عدم حضور شخصيات حكومية ونيابية في المؤتمر للمطالبة بحقوقهم ومتابعة ملفاتهم المتوقفة منذ أكثر من 4 سنوات، لافتين إلى أن الحكومة المحلية في نينوى غير قادرة على فتح ملف المغيبين قسرا. نسيبي نائب المحافظ طع اسمه، يعرفون اسمه ابني معاهم وكان عطى اسمه، اسال النسيب اقول له ما المحافظ مالك ما يطلع من النتيجه؟ يقول ها والله ما اعرف وين مصير ولادنا. نحن هي ما مثل الايد بالنار، ما هي مثل الايد بالماي، احنا كلنا مشعول قلبنا يمش عند ميم، ياكلون يشربون ويطلعون يتونسون يكيفون، احنا ولادنا ما اكو والله، تجي على البيت ما لنا صيغ جحيم، اعصابنا تعباني، انصحها يدق الباب اقول ها يمكن جاني خبر عنه قتلوه وجابوا لي هو، ما حد يحكي يخافون، كل هاي المنظمه الشكل اللي يخافون، نحن هاي صار لنا 5 سنين ونص نحن نعاني على اولادنا وندور على اولادنا ونعرف احنا اولادنا موجودين، لكن يخاف هوني يحكي لي عن خسفه وما خسفه، يقول لك ما موجودين وطلعوا لهم، احنا ليش نعمل بالرواتب؟ احنا ما نريد رواتب، احنا نريد اولادنا، احنا اولادنا موجودين وطيبين. يا رويتون هذا يخلي جاكي لقيتينو حاسبة تقولوا دقينانو حاسبة ما موجودين، كل الحاسبات ما موجودين ما يطلعوا من الحاسبات لأن مخفيين جوا لغض الحكومة مستفادة منهم، استفادة الحكومة منهم. من نينوى إلى النجف حيث لقي 4 أشقاء مصرعهم بعد سقوط عجلتهم التي كانت تحمل جنازة من أعلى جسر العباسيات في قضاء الكوفة ضمن محافظة النجف، وانتشلت فرق الدفاع المدني في النجف الجثمين 4 والجنازة من نهر الفرات بعد غرق عجلتهم في النهر، ثم سلمت الجثمين أصولا إلى دائرة الطب العدلية.
بعد أن حقق إنجازاً غير مسبوق في دورة الألعاب البارأولمبية الأخيرة في طوكيو. يطالب لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى جراح نصار يطالب الجهات المعنية بالتكفل بعلاج ابنه المصاب بالشلل خارج العراق كرد للجميل بعد الإنجازات الرياضية الكبيرة التي حققها طوال مسيرته الرياضية. تفاصيل أوفى نتابع في سياق هذا التقرير. هذا هو حال البطل العالمي لألعاب القوى جراح نصار الذي يتخذ من منزله معسكرا تدريبيا له بعد أن عجزت الحكومة عن توفير أبسط المقومات الرياضية والتي حتما لا تسوي شيئا أمام رفع راية الله أكبر في المحافل الدولية. في باحة هذا المنزل المتواضع يمارس البطل العالمي جراح نصار تدريباته اليومية والتي حصل من خلالها على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو الأخيرة ليحل المركز الثاني عالميا، إلا أنه بعدما رفع اسم العراق عاليا ما يزال يعيش حياة بسيطة لا ترقى لمستوى الإنجازات العالمية التي حققها. الحمد لله قدرنا نشترك في هاي أولمبياد اليابان، والحمد لله قدرت أن أحصل على الوسام الفضي بطعم الذهب. شفت المنافسة كانت كلش قوية مع الروسي، فرق سنتيم واحد، فالحمد لله قدرت أن أرفع اسم العراق عاليا وقدرت أن أفرح الشعب العراقي والوطن العربي في هذه الإنجاز. هاي الميدالية أهداها جراح للعراق أول شيء، أول هو باليابان أهداها بالعراق ورفع علم العراق عالي. تسمع أخوي، فجراح وين تدريبه؟ تدريبه بالبيت هنا، يروح للسوق يشتغل هو عنده بسطية وبعدين يجي العصر يتدرب هنا بالبيت. من يطلع برا شوية هاي جهال تذيب بالتدريب، وهذه وهاي حديدة يشمرها على واحد خاف يعوره والله شيء والله، فيتدرب بالبيت هنا هدم البيت علينا. جراح نصار البطل العالمي الذي حصد أكثر من 20 ميدالية ذهبية خلال مسيرته في محافل عالمية وكسر الرقم العالمي برمي الثقل لقصار القامة، يناشد الجهات المعنية للنظر بعين العطف والرحمة لابنه الذي يعاني شللا رباعيا، مؤكدا أنه لم يتوانى للحظة في خدمة الوطن وحان الوقت لرد الجميل إليه ليس أكثر. جراح عد 20 وسام ذهبي، لا ملعب لا قاعة مال حديد، وانت شفت الوضعية، وضعية تعبانة. قدرنا احنا يعني نحصل انجاز تاريخ، قدرنا نرفع اسم العراق عاليا، فنطالب من الحكومة. عدي أمنية هم يا رأيت يعني شوية، عدي ابن مريض ويحتاج لعملية خارجية، يعني هاي أبسط شيء، جراح ما يريد بس حقه. يأمل نصار أن يجد من يسمع صوته ويستجيب لندائه في وقت لا يكافأ فيه الرياضي على مهاراته وبطولاته الرياضية في بلد من النادر أن ينظر إلى الكفاءات والمبدعين لينصفهم. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة. بمناشدة البطل العراقي البارا أولمبي نجار صلاح جراح نصار، أقول نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. الانتخابات المقبلة الحل الأوحد لمشكلات العراق، يقول الكاظمي، ويوجه الأجهزة الأمنية بالتعامل مع محاولات ابتزاز الناخبين بحزم وقوة. حفر لنصب أعمدة كهرباء يكشف المستورة عن مقبرة جماعية في الأنبار، وذو المغيبين يحذرون من سيناريو التسويف كما حصل بالفلوجة. بعد أن حقق إنجازاً رياضياً غير مسبوق في البارا أولمبياد طوكيو، بطل العراق جراح نصار يطالب برد الجميل بعلاج ابنه المشلول. للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وإنستغرام. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء. We'll be right back.